أين توجد جزيرة المسيح الدجال؟ يقال بأن أوان خروج المسيح الدجال سيكون في نهاية الزمان. قبل أن نكمل لا تنسى أن تشترك في القناة وتضع اللايك تشجيعا لنا للاستمرار، وأنه سيكون فتنة للناس. يقال أنه محبوس في بقعة من الأرض إلى يومنا هذا، وبالضبط في الجزيرة التي تسمى بجزيرة الدجال، وهي نفس الجزيرة التي توجد بها الدابة التي ستخرج في آخر الزمان. تبدأ الرواية مع رجل اسمه تميم الداري، وهو في رحلة مع 30 رجل من العرب في عرض البحر لمدة شهر كامل، والأمواج تتلاعب بهم، فتركهم الموج عند جزيرة نائية. نزل تميم ومن معه إلى الجزيرة، فقابلتهم دابة كبيرة كثيفة الشعر لا تعرف من مقدمتها إلى مؤخرتها، فأخبرتهم بأن ينطلقوا بدير في الجزيرة فيها رجل ينتظرهم. ففزع تميم ومن معه من تلك الدابة، وانطلق الرجال إلى الدير، فدخلوا الدير وانصدموا مما رأوه، فوجدوا رجلا ضخم الخلقة مكبل بالسلاسل، وهو المسيح الدجال.